ما ينال المجد إلا من سعاله بالعزوم الصاملة والمعنوية واشهد ان عبد الله من استوديو لمسات رنين واعتلى فوق السحابة لكل جديد وحصري. ما ينال المجد إلا من سعاله ما ينال المجد إلا من سعاله العزوم الصاملة والمعنوية واشهد ان عبد الله من المجد طال واشهد ان عبد الله من المجد طال واعتلى فوق السحابة والثريا عسكري خرج بعزم وفعالة وكلنا اليوم نضرب له تحية هذا عبد الله بن إبراهيم وتخرجه هذا عبد الله بن إبراهيم وتخرجه انتهى العيد والفرحة هنية والتعب والجد حلم اليوم ناله والتعب والجد حلم اليوم ناله شبلك أحضان الفخر وأهل الحمية واشهد انه نادر انكساب الطالة الشجاع اللي ولا يخشى وارث طيبه من اعمامه وخواله راعي وجفته وطناخه والله الله نخرج احضان وحمول القوم شاله نخرج احضان وحمول القوم شاله افتخر باسمه وبفعوله سويه مثل شيخ مكرم منه عناله مثل شيخ مكرم منه عناله ابراهيم اسهل يلي ناره حيه هم بنت العز وشيوخ ورجاله ايه ترفع راسها من صباح قرت عين اخوها وسعد حاله تفتخر بخوها وتوها صليه يلقى حاطين عزتهم بحضن يطاله يا رجال اهل الفعول صير اغنيه ثابت انعم العدو وسك محاله شاهد صفواتكم في كل نهايه 1-9-3-2-3-5 استوديو لمسات